حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية. مساء الخير أستاذ محمد. طبعا كما شاهدنا في هذا التقرير اتصالا تلو الآخر بين رئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم والمدعو علي سلمان الأمين العام السابق لجمعية الوفاق الإرهابية المنحلة بحكم قضائي والمحكوم بالسجن في قضايا إرهابية. ما هي دلالات هذه الاتصالات المتكررة بين النظام القطري وتنظيم متطرف مثل جمعية الوفاق؟ نعم، حقيقة من الواضح أن الأدلة تأتي تباعا لتؤكد تورط قطر الكبير حقيقة والدور السلبي حقيقة الذي تقوم به قطر تجاه دول الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص. اليوم هذه المكالمة كانت صدمة حقيقية لكل مواطن خليجي وليس بحريني فقط وربما حتى كل عربي عندما يجد رئيس وزراء دولة جارة شقيقة عضو في مجلس التعاون الخليجي يتآمر ضد دولة شقيقة. وربما التساؤلات كثيرة، ما الهدف من ذلك؟ لماذا يريد حمد بن جاسم الإساءة إلى البحرين؟ لماذا يريد التعاون مع إيران ضد مملكة البحرين؟ أنا أعتقد اليوم ربما الإجابة تكون في الدوحة، وأنا أعتقد هذه المكالمة كذلك مهمة جدا ليس لنا فقط وإنما للشعب القطري في الداخل. اليوم القطريين يجب أن يدركوا أن الدول التي قاطعت قطر لم تقاطعها إلا لأسباب واقعية وأسباب منطقية. ونرجع كذلك لأساس النقطة، عفوا، في نقطة مهمة حقيقة ربما القطريين منذ البداية يتكلمون عن السيادة. اليوم نحن فهمنا لماذا تتكلم قطر عن السيادة، لأنها هي التي تدخلت في سيادة الدول وأرادت أن تزعزع أمن واستقرار هذه الدول. نعم أستاذ محمد، كما ذكرت يعني البحرين صبرت كثيرا على سياسات قطر التآمرية، وليست البحرين فحسب بل دول المنطقة بشكل عام. دول مجلس التعاون تأملت خيرا في النظام القطري خصوصا بعد توقيعه اتفاق الرياض 2013، إلا أن الدوحة استمرت في مشروعها الساعي لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة. ألا ترى كما ذكرت أستاذ محمد أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أتت في وقتها، وكأنما هذه الدول تقول للسياسة القطرية كفى لمثل تلك السياسات الهدامة؟ نعم، يعني في البداية يجب أن نؤكد على أن البحرين أثبتت لأي مدى هي كبيرة حقيقة في مواقفها، كبيرة في احترامها لمجلس التعاون الخليجي لدول المنطقة. والأمر الآخر حقيقة يعني اليوم قطر يعني من الواضح أنها متورطة في ملفات كثيرة أكثر مما نتوقع، وربما يعني لا نستبعد أن نكتشف غدا يعني وبعد غدا وفي المستقبل ملفات جديدة. اليوم دول مجلس التعاون الخليجي معها مصر اتخذت قرار مهم، أنا أعتقد يوم بعد يوم نحن نتأكد أن قرار المقاطعة كان قرار سليم جاء في وقته لحماية أمن واستقرار هذه الدول. وأنا أعتقد الخطوة التالية هي ضرورة محاسبة ومحاكمة كل من أساء لدول مجلس التعاون الخليجي للبحرين. وأنا حقيقة أحيي يعني مملكة البحرين على فتح التحقيق في هذا الموضوع وهذا الإجراء الصحيح حقيقة. نحن يجب أن نتخذ الأساليب القانونية في محاسبة هؤلاء الذين يعني كانوا متعمدين حقيقة في الإساءة والتخريب. نعم، من دبي الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.